عند دخول السوق. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 1000 حسنة، يعني مليون، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفعه 1000 1000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. بعضهم قالوا كيف الأجر هذا الكبير؟ أول، هذا الأجر فضل من الله سبحانه وتعالى. ثانيا قالوا لأن السوق كثير من الناس يغفل عن ذكر الله فيه، فإذا ذكرت الله في المكان الذي يكثر الغفلة فيه كان كذلك الأجر مضاعف، فصرت ذاكر لله سبحانه وتعالى في موطن يظن فيه أن يكون موطن غفلة. وهناك دعاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا دخل الإنسان إلى السوق أن يقول بسم الله، اللهم أعطني من خيره واكفني من شره، اللهم أني أعوذ بك من كل يمين فاجرة وصفقة خاسرة، فيكون سبحان الله الإنسان حتى شراؤه وحتى بيعه يكون فيه بركة، لأنه حصن نفسه وسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه في أن يأخذ وأن يشتري.